السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسعد صباحكم ومساءكم أينما تكونوا وقتما تكونوا. حابب أشكركم، الحمد لله من 2008 إلى 2011، عفوا من 2008 إلى 2019، 11 سنة يوتيوب، أول قناة عربية متخصصة في السيارات، وشكرا لكم لدعمكم الكريم. انتقلنا من يوتيوب، الحمد لله صار عندنا يوتيوب، سناب شات، انستغرام، تويتر، فيسبوك، وتمبلر، والآن شكرا لدعمكم تاني كمان، ويعني بركة كل واحد أدانا كلمة حلوة وشجعتنا. فالآن إن شاء الله اليوم إطلاق الموقع الجديد حق Arabian Drive، متخصص في عالم السيارات. حبيت أعمل لكم موقع شوية يجمع كل شيء وأي شيء يختص في عالم السيارات في مكان واحد. قبل ما أبتدي بالتفصيل أكثر عن كل شيء وأي شيء في عالم السيارات، حابب أشكر الرعاة حقنا. ما قصروا جماعة، كانت الفكرة في بالي أنه حابب، ما بدي أطلق بس مجرد موقع، حابب أطلق الموقع وحابب أن يكون فيه هدايا تكريمية للناس. فما قصروا يا جماعة، دعمونا والحمد لله عندنا فوق 400 وكسور هدية إن شاء الله على مسافة 10-12 أسبوع حسب تشوف التوقيت كيف. في كل أسبوع عندنا تقريبا خلينا نقول 10 فايزين، عفوا 10 أسابيع في عندنا حيكون 40 فايز تقريبا كل أسبوع، وعندنا 12 طقم كفرات كمان من جماعة العمودي مشكورين. في كل أسبوع هنختار فايز حيتغلوا طقم الكفرات كامل، 6 كفرات تويو 6 كفرات نيكسن. خلينا نشكر الرعاة. أول شيء عندنا شركة هيوندي الشرق الأوسط، ممثلة في 3 الوكلاء، الناغي، المجدوعي، والوعلان. مشكورين، ما قصروا، دعمونا دعم جبار، ويعني خصوصا لما شافوا الخطة حقتنا والهدايا، لما ندي هدايا قيمة للناس فما قصروا معنا. حابب أشكر شركة التعاونية للتأمين، حابب أشكر شركة العمودي للكفرات، حابب أشكر شركة شانغان المجدوعي كمان ثاني مرة، حابب أشكر شركة زيوكس للتضليل، وحابب أشكر شركة ام جي للسيارات، وأخيرا حابب أشكر معرض الجنوب، ما قصروا جماعة معانا ما شاء الله تبارك الله. والكل لما سمع أنه في هدايا رايحة للجمهور فعلا جماعة ما قصروا، وعملنا مجهودنا أن الهدايا تطلع بأجمل ما يمكن وأفضل ما يمكن. يعني حتى الباور بانك، إذا الناس بتعطي مثلا الشركات بتعطي جيف اوي هديه 1000 ملي امبير 2000 3000، احنا حرصنا انه يكون اقل شيء 10000 ملي امبير، انه تكون هدايا محرزه للناس وليها قيمه الناس تستفيد منها. فانا حابب اشكركم، ما هي مقامكم الهدايا، مقامكم اكبر من كده بكثير، لكن زي اقول الجود بالموجود، وان شاء الله كل ما ربنا يكرمنا اكثر تستاهلوا انتم اكثر وما نقصر معكم اكثر. الموقع في سيارات، شاحنات، باصات، دراجات ناريه، في جديد، في مستعمل. حابب هدف معين عشان اللي حابب يدخل معنا في الهدايا. هنرجع خطوة لورا، الموقع فيه كل المعلومات، وكل ما هتدخلوا فيه ما شاء الله في مقالات، وفي فوق 600 كسور مقالة مرفوعة، احنا شغالين لنا فترة بس لما نرفع الستارة الآن. اللي حابب يكون له دور في تقييم سيارة في سيارة العام، وأنا حابب يكون التقييم صحيح، ما يكون فيه لعب بشكل أو آخر، أو واحد عنده 20 حساب أو 100 حساب يبتدي يدخل في يلعب في الحسابات. فلازم تشترك، تدخل معلوماتك كاملة. إن دخلت حطيت النشرة البريدية فقط، حتوصل لك النشرة البريدية بالإيميل، وخلاص كل أسبوع تشوف إيش اللي حاصل، أخبار السوق كاملة. إن كنت حابب تكون عضو في لجنة تحكيم شعبية، الشعب هو اللي بيقيم السيارة، بيفوز سيارة عن سيارة، يحب سيارة عن سيارة، بيكرم سيارة عن سيارة، وكيل عن وكيل، عشان تكون في الناحية دي فلازم تحط معلوماتك كاملة عشان نضمن انه ما حد يحاول يدخل يلعب بعدين في الارقام. معلوماتك كاملة لما توضعها عندنا في اشتراك، معلوماتك كاملة، وركز الله يرضى عليكم كلمة كاملة، حنعرف انه هذا الانسان صادق وهذا الانسان فعلي له حق تقييم السيارات، وحيدخل اوتوماتيكيا مقابل الاربع ستة دقائق اللي دخلت مليت المعلومات حقتك، حتخش اوتوماتيكيا في عملية سحب الهدايا. الهدايا زي ما قلنا من 10-12 اسبوع تقريبا ان شاء الله حسب ما ربنا يسهلها، ولو قدرنا نزود الهدايا ل 500 هدية كمان ما حنقصر، حنشوف كيف تمشي الامور، لانه كل ما بتجيب هدايا اكثر ارجع ثاني مرة في كلامي وارفع نفس محتوى الهدية، الهدية برفع قيمتها وغلاوتها والاستفادة منها. فعشان كده كل ما تكبر الكمية ترجع تكيش شيء تاني مرة، لأنه كمية جودة الهدية مهما غليناها ما تسوى مقامكم، بس يعني حابين نهديكم بحاجة تستاهل وتسوى. حرصك على أنك تدخل المعلومات كاملة ورقم جوالك وإيميلك ومعلوماتك كاملة، حتخلي الهدايا توصلك لغاية عندك. في عندنا فوق 200 طقم تلميع سيارات، في عندنا الله يسلمكم شواحن، في عندنا في شواحن كهرباء ما شاء الله عندنا كمية كبيرة، في عندنا شواحن كمان تشغل بطارية السيارة، في عندنا أطقم كفرات، في عندنا ساعات ذكية،
في عندنا ما شاء الله يعني في عندنا كمية من الهدايا. مشكورين جماعة شركة جرير ما قصروا، وشركة أوتو بيرفورمانس كمان حابب أشكر أحد الرعاة الأساسيين معنا، شركة أوتو بيرفورمانس اللي مقدمين لنا 200 طقم هدية تلميع، اللي هي تجيك شنطة كاملة، اللي حابب يلمع الدباب حقه أو سيارته أو أي شيء يقدر يتسلى فيها ويلاقي فيها منتجات ممتازة، منتجات إيطالية، شركة مافرا إيطاليا. الموقع إن مليت معلوماتك في مقارنة أرقام، تقدر تعمل سيرش تبحث على السيارات بالأسعار، تقدر تشوف الجديد، تقدر تشوف المستعمل، حتى المستعمل حطينا له سعر رمزي، اللي بيرفع إنه يبيع سيارة مستعملة دراجة نارية أو شيء زي كده ما حندخل معك شركة في بنسبة مئوية، لأنه أنت وردي خسران في المنتج حقك أو السلعة حقتك وتبى تبيعها وتبى تتربح منها عشان تضيف عليها وتشتري شيء ثاني، فحناخذ بس منك 100 ريال كسعر رمزي حق رفعها هنا. وفي إن شاء الله كثير يعني حتكون في كثير جاتنا اتصالات من الشركات إنها حابة تدخل لأنه الاسم مرتب وإن شاء الله المكان يكون مرتب، يعني ما هم مقامكم أرجع أقول أعيد وأقول، لكن شكرا لكم إنكم شرفتونا في الموقع. هتلاقوا فيه اشتراك المعلومات، هتلاقوا فيه ان حطيتوا معلوماتكم كامله، هتلاقوا مقارنه بالاسعار، البحث بالاسعار، في جديد في مستعمل، دراجات ناريه، سيارات، باصات، شاحنات، في حتلاقوا قسم لاخبار اخبار السوق اللي ايش اللي حاصل في السوق، وحتلاقوا فيه قسم للمقالات، وحتلاقوا قسم لعروض السوق، كل من احد عمل حتكون اسعار كمان محدثه كل فتره، تقريبا رفعنا حوالي 90% من السيارات في السوق، لسه فاضل 10 ثانيه بنراجع المعلومات 10% وبنراجع النواقص اللي فيها عشان تكون كامله قدامكم، لسه زي ما بقولوا البدايه ان شاء الله فتحملونا شويه. وعندنا اخيرا يا جماعه الخير قسم غير الاكسسوارات، قسم حيكون لعروض السوق، كل من نزل عرض في السوق تاجير تقسيط هدايا اشتري ده خد ده من سيارات من زيوت من كفرات من 360 درجه في فلك عالم المحركات ايش ما كان كيف ما كان هتلاقوه موجود عندنا ان شاء الله، فحيكون عندكم مكان واحد موحد سهل الوصول له، وحتلاقوا كل التفاصيل والمقارنات حتى تجارب على اليوتيوب هتلاقوه موجود ان شاء الله هناك الروابط حقتها. شكرا لكم متابعتكم كريمة، شكرا لكم لتشريفكم لنا في الموقع، شكرا لكم لاشتراككم معنا، شكرا لكم لقبولكم الهدايا، شكرا لكم لل11 سنة اللي دعمتونا فيها، وشكرا لكم لمتابعتنا في كل الحسابات. عاجز عن الشكر، وفعلا يعلم الله أني أنا أسعد وأفرح لما أشوف أنه الجمهور الكريم والمحبة والتقدير والأسئلة، إذا قدرت أساعد أو جاوب أحد في أي شكل من الأشكال أنا عاجز عن الشكر، حابب أشكركم وألف ألف شكرا لكم. وقبل زحمة رمضان كل عام وانتم بخير يا رب. شكرا شكرا.